النهارده هنتكلم عن اليوجوال يا ابني. طيب حد حاسس بحاجه غريبه؟ حد مستغرب لبسي مثلا؟ عامه انت لو مستغرب لبسي فانت صح، علشان انا لابس شميز كاجوال على بنطلون سويت بانت على جزمه سنيكرز بيض. لبس اللي انا لابسه ده غريب، وهي دي الحلقه بتاعه النهارده. احنا النهارده هنتكلم عن الانيوجوال اوتفيتس. الانيوجوال اوتفيتس دي اللي ممكن تبقى ايتمز او حاجات موجوده في دولابك، بس لما تيجي تبص عمرك ما تفكر تلبس ده على ده. هي دي الحلقه بتاعه النهارده. اول اوتفيت انيوجوال معانا هو الاوتفيت ده. ده قميص زي ما قلنا كاجوال على سويت بانت، بس هو في الاخر هو حلو، هو ما حدش بيلبسه، بس هو في الاخر شكله حلو ومريح جدا وينفع لحاجات كتير قوي. فانا عن نفسي برجح ان الناس تلبسه وانه يبقى متعرف عليه الفتره الجايه، لان هو بالنسبه لي شكله في الاخر حلو. وفي ترند حلو قوي دلوقتي، يعني مش في مصر لسه، ما دخلتش مصر عامه، اللي هي بتبقى الماتشنج ساتس، اللي هي بتبقى حاجه على حاجه، هم يعني يبقوا نفس اللون نفس الشكل. هم طبعا مش شبه دي قوي، بس هي نفس الفكره. فدي المفروض ان هي بدات تخش مصر قريب يعني، بس ده ترند حلو قوي. ده تاني unusual outfit معانا. دايما الناس لما بتبقى نازله حاجه خروجه، عيد ميلاد، نازله حاجه مهمه شويه، دايما لما تلبس بنطلون قماش جبردين كده او جزمه زي دي، بيختاروا ان هم يلبسوا قميص ويدخلوه من جوه. طب احنا ليه ما ناخدش بولو من عندنا، تي شيرت، وندخلها من جوه برده، وهنبقى في نفس الوقت شيك، بس احنا يعني مختلفين عن اي حد حاضر نفس الايفنت او موجود يعني. فانا بالنسبه لي الاوتفيت ده حلو جدا، منتشر بره مصر مش منتشر في مصر يعني، حاولوا تخلوه يبقى منتشر عشان هو في قمه الشياكه والحلاوه يعني. ده ثالث اوتفيت. ده الاوتفيت ده عباره عن تي شيرت، الخامه بتاعتها خامه البلوفر، بنطلون كتان وجزمه بانس شمواء عاديه جدا. الاوتفيت ده ناس كتير مش بتفضله عشان بيستغربوا التي شيرت الماتيريال بتاعتها عامله زي دي، بس هو اوتفيت حلو جدا ومريح جدا وحلو قوي في الخروجات بتاعه الصبح في الصيف، لان هو اصلا مش بيحسسك بحر، وينفع لايفنتس كتيره، ينفع لخروجات كتير، ينفع لو انت خارج تاخد فطار في حته، او لو خارج في بريكفاست ديت عامه مع حد بيبقى شيك قوي. ده الاوتفيت الثالث. وكده احنا خلصنا الاوتفيتس وخلصنا الحاجات اللي هنوريها لكم النهارده. الفكره كلها بسيطه جدا، مش معنى ان انت بتشوف الناس بتعمل حاجه او عشان ثابتين على حاجه يبقى دي معناها ان دي قاعده، لا هي مش قاعده. انا بالنسبه لي اللبس ده تيست، عامل زي الاكل كده، انا ممكن اكل اي حاجه مع اي حاجه، المهم تبقى عجباني. فانت افتح دولابك بص على الحاجات اللي في الدولاب، هتلاقي حاجات وحاجات تانية يمشوا على بعض، بس ما تقولش اصل لا انا عمري ما شفتهم على حد، لا انت خدهم وحطهم على بعض وانت تبقى اول حد لبستهم، لان طالما هم شكلهم حلو ومش بيتعبوا العين فهم تمام. فهي دي كانت الحلقه بتاعتنا عن النهارده عن الانيوجوال اوتفيتس، الحاجات الغريبه اللي موجوده في الدولاب بس عمرنا ما فكرنا نميكس اند ماتش ما بينهم. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه.